بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها سيكام محبة وغرام رجعنا لكم في برنامج الويكاند سلام عليكم الناس الكل وإذا كان ما خلطوش على الجزء الأول من البرنامج توت الفيديو تقاوم على صفحة قناة التاسعة على الفيسبوك وإلا على صفحة الويكاند دونك أنا جيت كوجينتنا بحذا الشيف فتحية ظهر لي في الطاجين شو سميته وانت؟ طاجين مشبشب طاجين مشبشب فهمت أنا تشبشب منين جاي؟ منين جاي؟ من الملسوقة ولا أنا خذيت الملسوقة بريكادور وخذيتها لهوستها كيما ترى فيها حتى حليتها ولهوستها ونقصها جراير سانتي ونشبشبها كيما ترى فيها هكا في الشقاله هذه نجي ونعملها هكاك فريزيل كلها خانسيب نتاع القطايف معناها خانسيب نتاع القطايف لكن بوسانتي عريضه ماهيش جويده ذاك علاش هي تجي مشبشبه ومزيانه نقصها الكل نقص قد اللي نحب وقد الطاجين اللي عندنا وفات هذيك وقتي باش نخلط توا الطاجين باش تجي فوق وجه الطاجين باش تقعد كلها فريزي وقتي تقص الطاجين تلقى شعره مشبشب والطاجين مستوي من اللوطة مزيان معناها بوغ شونجي ان بو من ديما نفس الطاجين شوف فيها كيفاش هكا فوالا هذاك التشبشيبة نتاع الطاجين نتاعنا أنا عندي الدجاج خلطته ديجا مازلت معناها طيبته ديجا حطيت له بصلة وشوية ثوم ملح وفلفل كحل شوية كركم ناخو الجبن المرحي اللي هو حطيت هنايا غودا ماجيستي وحطيت إدام ماجيستي نخلطه عملته غابي نجمو تحطو كات فغوماج نجمو تحطو قشقوين معناها لقام تاع ماجيستي حاجة بنينة ياسر وتمشي مع الطاجين بالقدا بالقدا نجي نحط العظم نخلطو راو تنجمو تحطو قوتا إذا كان تحبو القوتا معناها الطاجين يقبل كل شيء يقبل معناها كي نحط قوتا نقص شوية عظم ديما سورتو اللي فيه جبونات والقوتا يعطي لونكتوزيتي ولا صحيت نجي هوني هذا ديجا خلطته معني ما خلطوش ياسر نكسر تكسير العظم ما نقعدش نخلطه لين يولي روينه الوغ ناخذ الزيت ديو نجمه ناخذ المعون نتاعي تشوف ما سهلو في القدان نحط له شويه زيت هكا للقاع ونجي نزيت الملسوقه نتاعي كما ترى فيها هكا ما نخافوش منه الزيت هذا خاطر احنا تو نستعملوا فيه عنا قداش يشرب بالقدا يقعد لفي نتاعو الحقيقه هي هذاك علاش نجي هوني نصب الطاجين في قاع الطاجين نتاعي اللي باش يزوز للكوشه الكل ونفرشه كيما ترى هكايا وناخو التشبشيبه علاش نسميه طاجين مشبشب طاجين ملسوقه وهو مشبشب نزيتوها ببعضها كيما ترى نقلبوها هكا بالقدا 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 هي الملسوقه وحدها بنينه معناها وقت يطيب في الفور بنينه بريكادور قرميشه فوالا عندها قرميشه بنينه انا خذيت السميد هذيا بنينه برشا ملسوقتهم السميد خارقه اللي هي هذه هذيك هذيا أيوة. المارون سميد توا عفاف كيما تشوف نهز الخليط نتاعي ونحطه بالقدا 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 نفرشه فوق الطاجين يدخل للكوشه حتى لطون اللي تيب اللوطاني ديجا الفوقاني طاب ما فيش تخدم الفور كان من اللوطه ولا من فوق من اللوطه؟ لا من فوق من اللوطه ديما من فوق من اللوطه ديما عندي مشكله مع نتاع تخدم الفور لا 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 من فوق من اللوطه خاطر من فوق جوست بور غراتيني راهو ما يصلح لحد شيء الكوشه باش تحمر حاجه وقتها تحط من فوق بركه اما كي باش تطيب يلزم من فوق من اللوطه وتحطوا من اللوطة ما تحطوش عالي باش ما يحمرش ياسر جوست شوية بركة نغطس دوبلاش الملسوقة متاعي هذا يمشي للكوشة لطن اللي أنا طاب الطاجين نقعد نحضر البراونيز سلاتي جوست على التخليط سينا عندي سؤال تنجم تعمل شتر ملسوقة مخصوصة من اللوطة وتحط الميلانج نتاع الطاجين وشتار من الفوق نجم نجم ملسوقه تلعب بها تلعب بها كيما بوغ شونجي ان بو ديما نفس الطاجين طاجين ملسوقه هكايا يشونج ان بو يعطي لوك اخر مزيان الورق نتاعو فيهم كروستيون اكثر وكتشبشيبه مزيانه يعطيك الصحه يعطيك الصحه شيف فتحيه احنا كيما قلنا لكم اليوم التيم نتاعنا في الويكاند الجمعه هذيا اليوم وغدوه بيان سور هو استهلك تونسي علاش لانه عندنا لي برودوي انواع
واشكال في تونس، باش نتعرفوا توا على واحد من لي برودوي هذوما مع مروة رميزة اللي هي صاحبة شركة غران دو ناتور. مرحبا بك يا مروة. عايشك، مرحبا بك، منورتنا. يعيشك، انا بيجي فرحانه لينا معاكم. يعيشك مروة. هات نعرفوا من الاول ساعه، نتعرفوا في البدايه على شركه غران دو ناتور، شنو نجموا نعرفوا عليها؟ بي احنا لابوراتوار غران دو ناتور نقوم بثلاثه مجالات. المجال الاولاني تقطير النباتات الطبيه والعطريه كيما الماء ورد، ماء الكليل، ماء الخزيمه، ماء البيبونج، ونقوم باستخراج الزيوت النباتيه على الطريقه البارده على الزيوت الكل، ومن بعد نحولوا الماتيغ بروميير هذيا الكل ونصنعوا بها مواد تجميل طبيعيه. داكو. دونك هذيا مواد تجميل مكياج معناها؟ لا، مواد مستحضر، فوالا لي سوا لي برودوي. عندنا لي كريم، لي شامبوان، عندنا اون جام كبيره برشا. السلوغان تاعنا في لابوراتوار غران دو ناتور هو لو لوكس دو ناتوريل. هي فما فكره ورا السلوغان هذا اللي انا نحب نوصلها، معناتها واللي هي نحب نبدل شويه العقليه نتاع التونسي في حكايه المستحضرات التجميل. شنو معناتها نقولوا ان برودوي كوزميتيك دو لوكس؟ معناتها كيس كي ديفيني ان برودوي دو لوكس؟ اسكو لومبالاج، اسكو لو نون دو لا مارك، شنو بالضبط؟ علاش نقول ولا لو برودوي لوي ميم؟ ولا لو برودوي لوي ميم. ان فيت هو لو برودوي ومش لو برودوي بركا، سي لا كومبوزيسيون دو برودوي هي اللي اليوم اللي ديفيني لو برودوي هذاك. ونحب انا الاكثر حتى العباد اللي يجونا على الباج فيسبوك وعلى الانستغرام، نحب العباد تفهم اكثر شنو معناتها مواد تجميل طبيعيه، باش يعرفوا يفرقوا بين هذا وهذايا ويعرفوا يخدموا ويقدروا المنتوج هذاك ويعطيوه قيمته. مروه، سؤال. اليوم انا كمستهلك في تونس نلقى عندي بارك الله برشا انواع نتاع لي برودوي هذوما، شنو الامتياز نتاع الشركه نتاعكم، نتاع اللابوراتوار نتاعكم، شنو الخصوصيات نتاعكم؟ بي راهو سي اون ريشيس اللي احنا اليوم برشا في الدومين، حاجه باهيه. شنو معناتها؟ معناتها احنا بلادنا فيها برشا خيرات، عندنا ماتيغ بروميير في تونس ذي جوده عاليه. دونك هذايا من واجبنا احنا ككفاءه تونسيه ان نثمنوا هذايا الكل باش نصنعوا مواد تجميل اللي هي معناتها عندها صدى حتى لبرا في الخارج. وانا اليوم جا من واجبي ومن دوري اني نثمن المنتجات الطبيعيه نتاع بلادي. نعطيك اكزامبل، مثلا انا شنو نخدم؟ الخصوصيه نتاعي مثلا احنا تونس بلاد الزهر. اي بلاد الزهر، عندنا الزهر نتاعنا عنده جوده كبيره برشا لبرا ريشيرشي ويعملوا به لي بارفان، معناتها وغالي ياسر. وغالي ياسر ياسر. وكيفاش احنا في تونس ما نثموش هذايا؟ ما عندناش مواد، ما تلقاش اون كريم ريحتها زهر باغ اكزومبل. دونك انا خدمت على الكونسيبت هذايا، نحب الجام نتاعي تكون ديما فيها اون توش تونسيه. دونك مثلا ناخذوا عندنا تيموانياج، خلينا ناخذوهم بعد هيك نبداو في لي برودوي حتى نعطيكم فكره على لي برودوي هذوما. اونتر تون تنجموا تحلوا الانستغرام، تدخلوا لغران دو ناتور باش تشوفوا توت لا جام. ومن بعد نزيد نذكركم، ناخذوا معنا تليفون. الو، عسلامه. عسلامه، مرحبا بك. وبيك عايشك. شكون معنا لاله؟ انا مروه بالعايده، حريفه وفيه عند مدام مروه وغراند ناتور. مرحبا بك يا مروه. باهي، احكي لي شويه على لي برودوي هذوما. احنا اول مره معانا في الويكاند، دونك اعطيني فكره على لي برودوي، شنو استعملت وكيفاش كانت تجربتك مع البرودوي؟ انا اخترت غراند ناتور على خاطرني مغرومه برشا بالمواد التجميل الطبيعيه ونحب نشجع المنتوجات التونسيه. وزيد كأم نحاول هكا نتفادى استعمال اي حاجه نجم تكون فيها مواد كيميائية مسخنة وإلا دي بيرتورباتور اندوكرينيان لطف علينا الناس الكل. فهمت هذاك علاش اخترت باش نستعمل غران دو ناتور، بيسكو هي متكونة أساسا من مواد طبيعية وآمنة 100% فيها زيت الزيتونة، زيت اللوز، لافوكا، زور دو كاريتي ولالوفيرا. نجم نستعملها ليا ولصغاري، وحسب تجربتي نشوف اللي لا سينرجي دزويل فيجيتال ايسونسيال اللي في منتوجاتها بالحق تخي بينيفيك وتخي افيكاس. تخي بيان. والله استعملت برشا حاجات ما عادش نستغنى عليهم ديجا. كيما شنو؟ سيرتو لو شامبوان اي ماسك بور شوفو نورمو اللي نجموا نستعملوه كبار وصغار في الدار، على خاطر ما فيهوش دي زيل اسونسيي، وخاصة البنوتات الصغار يخلي لهم شعرهم ارطب وسوبل وما عادش يتخبل بالكل، ورتحني من الكورفي دي بيميلاج. سي بيان. معناها. وزيد البنيه يا مروه البنوته ديما تحب تستعمل حاجه تمها، دونك هكايا هاكا ما فماش مشكل. اكزاكتومون، والله اكزاكتومون هذيك بالضبط. خديت لي دو فيرسيون، لا فيرسيون شوفو نورمال للبنوتات ولا فيرسيون شوفو سيكليه، هاكا يستعملوا كيف ماما بالضبط. ومرات تحسني برشا بالحق، لا كاع مرات تحسني الشعر اللي يتخبل مشكله، اي ام تعرف عندها بنوته شعرها يتخبل تعرف هي مشكله.
انا نستعمل لا فيرسيون شوفوتي سورتو في الصيف كيف 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 كي ما تخليليش شعري يشيح ويتهلك بالبحر وبالشمس ويقعد لي زيدا سوبل وبيان نوغي وما نستحقش حتى نعمل معاها بانزويل هذوما مع شامبوان ايناك يحب يكفي حق تعمل معاهم حتى شيء تري بيان يعطيك الصحة مروة يعيشك 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 صحة وفرحة ميرسي بوكو على التيمونياج نتاعك نجم مع مروة رميزة دونك مروة بديت باش تحكي لي على لي برودوي هاد نزيدو نقدموهم أكثر على شنو باش تحكي لنا حكينا قبيلة على الزهر نتاع التونسي فوالا دونك أنا اخترت باش نحط البرودوي هذايا باش نكمل فيه الزهر نتاعنا ديجا مخدوم بماء الزهر احنا في 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 ديارنا في تونس الزهر كلنا عندنا الزهر عندنا الزهر مي جينا غالبا نحطوه في الكوجينة ما نستعملوهش لي برودوي كوسميتيك ألوغ كو هو إلا دي بيان في كبار 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 على الوجه اللي انتي ريد يعمل كو ديكلا اللي بون مين اللي رافريشيسون سورتو توا جاي نصيف ودنيا سخونه معناتها الكل ولي فام اون جينيرال ما يحبوش يستعملوا دي كريم دنيا سخونه ماذا بي حاجه تخلي البو نتاعو تتنفس حاجه اللي تبرد خفيفه اكثر ماذا بي حاجه خفيفه وتخلي البو تتنفس ويبدا هو او ميم طون يلقى لي سوان نتاعها الكل دونك انا خمم ديجا هذا لو برودوي سي لو ديرني برودوي اللي خرجناه توا في الصيف علاش سي ان برودوي سامبل ا يوتيليزي تفشفش هكا على وجهك سي ان تونيك انا سميتو اون بريسيوز معناتها خاطر فيه برشا حاجات فيه الزهر فيه الكولاجين فيه الاسيد هيالورونيك وفيه لي اسيد دو فروي دونك هذا شنو يعمل بالضبط معناتها كي تفشفش عليه كتفشفش معناتها الجيست هذاك يعطيك ان سوا انتي ريد ان سوا بون مين اي ان سوا انتي تاش خاطر فيه لي اسيد دو فروي اللي يعملوا بهم كيما لي في بيلينغ مي هذوما سي دي اسيد دو فروي ناتوريل اللي باش يعطيونا اون اكسيون كيما لاكسيون بيلينغ هذيك مي هي خفيفه مي دو فاسون ناتوريل وقتاش نجم نستعملوا هذيك تنجم تستعملوا في الليل قبل ما ترقد في الصباح قبل ما تخرج معناتها في كل وقت نجم تستعمله يعطيك لي سوان اللي انت تستحقهم البوم معناها نجم نستعمله في الصباح قبل ما نخرج ما يقلقش برك الشمس ولا ما يقلقش ما يقلقش خاطر لي برودوي اللي فيه سي دي برودوي ناتوريل ما عندهمش حتى ضرر ما يخوفوش نجم نحطو في الفريجيدير خاطر نحب البريسيوز تبدا بارده دونك نتصوروا انه يعطي بوكو دو فريشور كي تبدا لو سيون صح هي اون استوس كي تحطو في الفريجيدير خير يولي هو بارد يولي خير بلوز اغريابل ا يوتيليزي ديجا معناتها خير باهي شنو اخر باهي كيما حكينا على لي اسيد دو فروي اللي كنت نحكي لك توا عليهم هذوما هذايا لو برودوي هذايا سي نوتر بيست سيلير نحن دو لا مارك وهو هذايا الحقيقه لو برودوي اللي تعرفنا به احنا نخدموا جوست نحب نقولوا للمشاهدين وانه اليوم اخترنا باش نحكيو على الجام اللي تتماشى مع فصل الصيف دونك هذيك علاش تبارك الله دونك تدخلوا الانستغرام تاع غران دو ناتور باش تلقاو شوا كبير برشا ولكن احنا اخترنا الجام اللي تتماشى مع فصل الصيف بي هذوما كيما قلنا سي ان غوماج شنو فيه باش يمتاز الغوماج هذايا اخترت انا خممت في لي بو سونسيبل هنا فما عباد عندهم بو سونسيبل الغوماج اللي كونتر انديكي ليهم كيما اللي عندهم لي زاكني هذوما ما يلزمهمش غوماج والا فما عباد كاريمون معناتها كي يعمل غوماج يطلعوا له حبوب دونك خممت فيهم خدمنا بالغوماج هذايا اللي هو بالبيبان دو فريز لي بيبان دو فريز هما سي دي بيبان معناتها جيدين ياسر تري دو معناتها على البشره وكل ومع لي اسيد دو فروي مع لاكسيون كيراتوليتيك نتاع لي اسيد دو فروي باش يعطيو اون اكسيون بون مين على الوجه نتاعنا ويعطي ان كو ديكلا دونك لو برودوي هذايا نجم تقول من احسن لي برودوي اللي قاعد يتباع خاطر احنا التوانسه نحبوا ان برودوي اللي يعطينا لا بون مين سورتو بربي للصغيرات لي جون معناها ادوليسونت اللي عندهم دي بروبليم دو بو ولا تغرموا ويتبعوا على انستغرام ويحبوا يستعملوا لي برودوي كي ناخذوا ان برودوي كيما هكا من لابوراتوار تونسي ولي برودوي ناتوريل كيما هكا ما نخافوش الحقيقه من حاجات اللي الله اعلم ساعات يشريوا حاجه اون لين ما تعرفهاش منين جايه من انا بلاصه دونك كيل كونديسيون وصلت لتونس وتنجم تسبب لهم في المشاكل اللي تقعد سنوات وسنوات. يعطيك الصحه يعطيك الصحه احنا لي برودوي نتاعنا سون كونترولي نقوموا بالاناليز اللازمه هاني قلت لك نحاولوا باش نعملوا اون توش دينوفاسيون ديما تلقى عندنا اون توش تونسيه اون توش دينوفاسيون باش يخلي البرودوي نجمو معناتها نجمو يكون في الكونكورونس يخرج لبرا يعطيك الصحه معناتها يلزم نحاولوا ديما نشوفوا فما شنو الحاجات اللي خارجه لبرا ونحاولوا نجيبوهم ونخدموا بهم لي برودوي نتاعنا. يعني. شفنا اللوسيون شفنا القماش توا باش نحكيو على الكريم هذه انا مسميتها لا نكتار دو كولاجين c'est une crème au collagène خدمتها بالويل دارغون وبالويل دو لانتيسك الويل دو لانتيسك اللي هو زيت الكازو نتاعنا التونسي ديما كفما اول وحده تجيب لي زيت الكاذوب معناها هكايا مخدوم فوالا هذايا كريم بزيت الكاذوب تكستور نتاعها تحفونه خفيفه برشا اللي انتي ريد ال ستيمول لا ريجينيراسيون سيلولير تجدد الخلايا في البشره تعمل عمليه شد زاده للبشره الويل دو لانتيسك به برشا هو سي اون ويل دور الدم نقولوا نحن معناتها سي اون ويل ميكرو سيركولاتوار دونك تعطي ان افي بون مين وللناس زاده اللي عندهم لي تاش في وجوههم تقوم بعمليه تفتيح
مليح لي تاش هذيك بيان سور ديما يلزم نقولوا لازم نواظبوا سورتو لي بروبليم الصعاب كيما لي تاش برون وكل لازمهم وقت معناتها يلزمهم وقت ويلزمهم مواظبه باش نلقاو نتيجه مع وقتاش تستعملها الكريم هذيك كيف كيف هي سي اون كريم دو جور اي اون كريم دو نوي احنا في لي برودوي نتاعنا الكل ديما نحب حاجه بس بارتو فوالا ما تحقش تاخذ دو كريم تنجم تاخذ هذايا تستعملها في الليل وتستعملها في الليل فوالا اكزاكتومون اي شو اخر نكمل نتعدى بزيت القذوم انا نحب مغرومه به برشا انا زيت القذوم خاطر حسيتك تحبوا انا مره انا نحبوا بالحق نحبوا خاطر بالحق سي ان تريزور ناسيونال راهو زيت القذوم ونحبوا معناتها ياخذ رواج في تونس كيما المغرب خدمه على الويل دارغون احنا عندنا زيت القذوم راهو خير من الويل دارغون اكثر معناتها الي ريش ان انتي اوكسيدون اكثر ياسر من الويل دارغون اسمع بالحق معناتها سي ان تريزور نختم به انا مثلا لونتي سيرن هذايا علاش كيما قلت لك هو سي اون ويل ميكرو سيركولاتوار تدور الدم دونك تعمل اون اوكسيجيناسيون في الكونتور دي زيو نتاعنا دونك لي سير اللي جايين من التعب ولي سير نتاع سكي اكران وكل يقوم بتدوير الاكسجين هنا وينحي اكل لي سير هذوك يعطيك ان ريغار لا لا هي لذي هي بالحق تحكي خاطر الناس الكل عندها دي بروبليم دو سيرن دونك اذا يستعملوا نساء ورجال على خاطر مشكله لي سيرن زاده كيف كيف تمس الرجال تمس العبيد اللي تستعمل نظارات طبيه زاده كيف كيف دونك مهم برشا مهم كيفيه الاستعمال وقتاش هو شري. هو هكا هذا يستعمل كان في الليل كان في الليل ان اون ستيك اون بلوس اي هكا غولون اي غولون تري براتيك فوالا تري براتيك فيه دي زويل اسونسييل ايكونوميك وايكونوميك هذا ما يوفيش يقعد تاخذ كل كونتيتي اللي حاجتك بها اون بلوس ماهو زيت دونك انا با بوزون باش يبدا عندنا زيت في وجهنا نجم يقلق دونك هكايا تاخذ كان الكونتيتي اللي حاجتك بها وكهو طريقه الاستعمال نتاعو يتعمل دو ليكستيريور فيغ لانتيريور كوش عليك باش تعمل ان موفمون دو دريناج بور دريني هكا ويكون تصير عمليه كما قلنا معناتها تعمل على العينين الكل اه مازال لنا حاجه اخرى مازال لنا تابعة على جام هذيا اللي بالكولاجين لاكريم هذيا هذيا غسول سي ان جيل نيتويون بالكولاجين كيف كيف للي بو سيش جيل دوش نو نو جيل نيتويون جيل نيتويون فيزاج نغسلوا به وجهنا باش نقوموا معناتها بازاله الخليه الميته للوجه كيف كيف ينظف الوجه ويخلي الوجه قابل انك تعمل من بعده لي سوا نتاعك عمليه التنظيف والنتواياج مهمه ياسر 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 نجم نستعملوا هذا في بلاصه الديماكيون معناها لا هو هذا ما ينحيش المكياج لازمك تنحي المكياج تنحي المكياج ومن بعد تنظف باش ينظف لك اون بروفوندور باش ينظف اون بروفوندور فوالا ينحي لي زامبورتي الغبره واحد نهار كامل معناتها وجهه في البرا معرض معناتها للاوساخ دونك لازم يقوم بعمليه التنظيف تري بيان يعطيك الصحه دونك هذه فكره على غران دو ناتور فما بوكو دو برودوي خلينا عندنا برشا دونك مي جوست هكا بايجاز قبل ما يدخلوا الانستغرام ويكتشفوا واش عندك وما عندكش عندنا اون جام كابيلير كيما حكيت عليها لا كليونت الجام كابيلير نتاعنا مشكوره انا مسميتها ناتور ليس خاطر تعطي ان افي ليسون للشعر واحنا هذه حاجه نحبوها في تونس ملي بينا حاجه طبيعيه نبعدوا على شويه على البروتيين وعلى الكيراتين حاجه طبيعيه تعطينا ان افي ما يقولوش كيفهم اما يشبه لهم مي بطريقه طبيعيه وعلى كل شيء كي يدخلوا معناتها على الباج باش يلقاو لي زيدغولا عندنا ماي ورد ماي الكامومي عندنا لي ليت كور نتاعنا بلي بارفان لي بارفان نتاعنا توينسا ريحه الياسمين ريحه الزهر ديما نرجع جوي 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 انا اول وحده باش نغطس فيها انستغرام مرحبا بيك مرحبا بيك دونك ادخلوا على انستغرام غران دو ناتور باش تلقاو لي سونتور لبنان الكلهم نتاعنا نتاع تونس ومخدومين بطريقه ياسر مزينه نحب نهنيك زاده كيف كيف على على لومبالاج اللي هو زيدا دو لوكس ذكرني في السلوغان تاعكم ذكرني لو لوكس دو ناتوريل فوالا لو لوكس دو ناتوريل هذا هو الغران دو ناتور نتاعنا مع مروة رميزة هي صاحبة الشركة قلت لكم اليوم وانه اليوم وغدوة حلقة نتاعنا استهلك تونسي مانيش مستحقين حتى الاسعار ديما تكون في المتناول مانيش مستحقين باش نستعملوا دي مارك اترانجير افيك دي برودوي شيميك عندنا دي برودوي ناتوريل في تونس هايلين برشا وعندنا دي جون كيما مروه وشركات ممتازه عندنا في تونس قاعدين يخدموا دونك شجعكم باش تستهلكوا تونسي ميرسي بوكو نورتنا مرحبا بك خليك ان ديرني مو فرحانه برشا لينا معاكم اليوم نقول لهم ادخلوا على الباج فيسبوك ادخلوا على الانستغرام قبل الفونت انا راهو ياسر نفسر معناتها معناتها قبل ما تخمم باش تشري ساعه نفسر لك معناتها البرودوي شنو غيان كو باش نحاولوا نعرفوا بالمنتوجات هذيا ونفسروا طريقه الاستعمال نتاعها. تري بيان دونك انتم فوزيت اليكوت تفسروا للناس الكل. اوني اليكوت. لا فونت اون ليني جوست نذكروا لا فونت اون ليني دونك تعملوا ليفريزون و اون ميم تون الناس اللي قراب براد ساي خطوه لهنا تنجموا تمشيوا سور بلاس في بير تراز احنا ولادكم ما نعرفوا معناها بير تراز دونك سهله ياسر سهله ياسر غاديكا في بير تراز يجيو مرحبا بهم يلقاو لي كونسيير يفسروا لهم يشوفوا البوم تاعهم وينجموا يشريوا سور بلاس
الناس والا اللي ما ينجموش يجيو كيف كيف على لي باج فما لي كونسيير يجاوبوهم ويجاوبوا على السؤالهم شنو اللي لازم. ميرسي بوكو مروى رميزه. احنا مازلنا معاكم فاصل قصير وراجعين. مكملين معكم في برنامج الويكاند. تحية لكم ناس كل فين ما كنتوا تتابعوا فينا. نسلموا عليكم برشا. دونك كيما قلنا لكم اليوم رانا يوم غدوة حلقة الويكاند الشعار متاحة استهلك تونسي. علاش نقول لكم استهلك تونسي؟ بطبيعة لتشجيع التوانسة وللمساهمة في دفع الاقتصاد في تونس ولأنه زادا عندنا دو تخي بون برودوي توانسة اللي يصنعوا فيهم التوانسة دي لابوغاتواغ اللي يخدموا في خدمة هيلة برشا فيك لينورم الكل ونستعملوهم وأحنا مطمئنين منهم لي برودوي فيغنات اللي بداوا معانا وبديتوا تعرفوا عليهم معانا توا زوز أسابيع تقريبا. معنا يسرى الخميري صاحبة شركة فيرنات. مرحبا يسرى. عايشك مرحبا بي. سافا الحمد لله. وباش نحكي توا على فيرنات من قبل هذيك خليني نسلم على ريم ورغي فمغربين. مرحبا بك ريم. صباح الخير عافية. نورتنا يعيشك. جوست خلينا نقولوا شنو موضوعنا اليوم اللي باش نحكيو فيه. اليوم باش نحكيو باش نخرجوا نيدي من عندنا للمواطنين ولجميع الطبقات السياسية وغير السياسية باش نقولوا لهم رأفة بهذا البلد الصغير. لازمنا تونس مستحقت لنا برشا برشا. فوالا دونك اقعدوا معنا هذايا باش يكون موضوعنا بعد شويه باش نرقفوا كيفاش نرقفوا ببلادنا العزيزه علينا. نجيو لفيغنات. دونك الحلقه اللي فاتت حكينا على لي برودوي الخاصين بالبدن. حكينا على لي برودوي اللي خاصين بالفيزاج وقلنا غروسو مودو انه زيد يا دي برودوي اللي خاصين بالبدن وانا ظهر لي البرودوي اللي خاصين بالبدن ماهمش باخذين حظهم راهو ما نحكيش عليهم برشا سي سا هذيك علاش اليوم خصصت لهم معناتها الحصه هذه باش نحكيو عليهم. عنا لي زونفلوبمون تاع فيغنات اخترنا باش ناخذوا 3 زونفلوبمون نحكيو عليهم بالكدا ومعاهم 18 اليوم بريسي افخواد سينو عنا دي زارجيل اون بودغ اللي يحب معناتها يخلط اللي يحب يخلط وحده باهي لونفلوبمون هذوما كي ناخذوا منهم يكون عندي في الدار. دونك انا في الدار كي نعمل الدوش نتاعي ولا نعمل البان نتاعي كاني مشيت للسنتر باش نستعملهم وطريقه الاستعمال سهله برشا وكي نمشي للحمام زاد نهز معايا الانفلوبمون نتاعي خاطر ما نجموش نعرفوا مش الحمامات الكل باش تلقى فيهم انفلوبمون بي دونك تهز برودويك. احكي لي عليهم هذوما ثلاثه شنو الفرق بيناتهم؟ بي انا باش نحكي لك اولا اخترنا باش نحكيو على كريم ريلاكسونت اوزالغ مارين اللي هي فيها انتي سيلوليت ونعرفوا اللي نسي الكل توا جي سيف وجي البحر والكل دونك ماذا بها ما يكونش عندها دي سيلوليت انتي انفلاماتوار وينحي لي توكسين دونك فيه اعشاب بحريه فيه التين الاخضر وفيه ديزويل اسونسييل كيما النعناع اللي هو ريلاكسون معناتها حتى كي تشموا ريحته هكا في ريحته بنينه وي جست باش نقول لهم كيفاش ينجموا يستعملوه سهله برشا طريقه يسفي انت في دارك تاخذ شويه تعملها في البقعه اللي توجعك خاصه عندنا وين لاكتيف كنا تسوق والكل والا اسفل الظهر سينو كان في ساقيها الجنب لوغ والكل يخفف لها وتحس براحه تعطيه الريلاكساسيون. فرد معناها هذه يستعملوها ناس كل كسوة العباد اللي تخدم ويعملوا برشا ايفور فيزيك نساء الكبار رجال الكبار دونك ينجموا يستعملوهم في الاماكن اللي يوجعوا فيهم يعملوا انفلوبمون بهذايا. وي ينجموا حتى يعملوهم باغ اكزومبل في السيق ومن بعد تعمل بابي سولوفان باش تسخن البقعه خاطر طونك هي في الدار باش يحل لي بور وتعمل لي منشفه سخونه. سينو كينها في الحمام معناتها ديجا الفابور يعطي لي في نتاع يحل لي بور والكل دونك لازمها تنجم تقعد من غير ما تعمل بابي سولوفان هذا اللي بالليزالغ ماري هذه الغولاكسون هذه الغولاكسون تعملوا من 15 ل 20 مينوت معناتها تخليه باش يمتص الجلد والكل ويقعد في البو باش يعطي لي في وي سينو هذه تنجم تستعمل معاه زيت غافيرميسون زيت هذه زاد يكبس الجلده وينحي سيلوليت وفيه ده فيتامين او هو اللي يعاون على تغذيه البشره معناتها اللي تقول لك انا ما نحبش نعمل ارجيل نجم تستعمل الزيت نجم تستعمل الزيت اكا وي بي والاخرين عندك البومارين البومارين هذيا للناس سبورتيف اللي هو ديما يحب توا باش ترجع السيزون تاع الكوره والكل دونك اللي يحب يعمل ريباراسيون للميوسكل نتاعو والا اللي يعمل ايفور معناتها بعد الكونفينمون والكل قعد في الدار وتوا باش يعمل سبور دونك
يحس روحه المشكل نتاعو كونتراكتي شويه سي فري دونك يعمل في البقايع اللي يوجعوه والا في اللي يحسهم هكا مكبوسين يابسين مازال ما تسرحش معناها اي سي سا دونك كيف كيف نفس الطريقه يعمل بابي سلوفان ومعاه منشفه سخونه باش يحل لي بور سينو ينعملوا في الدوش معناتها كيما ينجم يمشي للحمام كما في الدار كما في الدار صحيح كما في الدار فما نصعبوش على الطريقه نتاعو سهله وما يخوش برشا وقت اون بلوس حتى علاش انا مسميتهم كريم على خاطر التكستور نتاعهم كريم معناتها كي تحطوا لهي تجرحك مش كلا غجيلة كلي معناتها وني تفرقوني لا كاليتي بيان سور نتاع فيرنات وانه سي تريتي مخدوم بطريقه معناها اللي تساعد البشره ما تقلقش البشره هذيك علاش زيد مع البومارين زيد عندنا ان ويل معاه نجم تستعمله زيد هو كيف كيف يعاون على سيركولاسيون دو سون اللي هو لونتيسك نجم تستعمله في ساقيها تنجم تستعمله في يدها بارتو معناتها يعاونها بالكدا توا باش نحكيو على الكريم كيروثيرابي تاع بيرنات اللي هي ديجا تعطيك الاحساس نتاع البروديه انتي ارثروزيك انتي سيلوليت العباد اللي عندها التهاب المفاصل وعندها الام يوجعوها ركبها مثلا ركبتها تجرحها مثلا ولا ساقيها ولا كتافها يسخطوا المفاصل نتاعها كلكو سوا في اليدين ولا في الساقين تنجم تستعمل الكيروثيرابي تعاونها بالكدا خاصه انه هي ديجا فيها التين الاخضر فيها الاعشاب البحريه وفيها ديزويل كيما النعناع والكلاتوس وكليل الجبل هذا من كل يعاونوها بيه دونك هذوما يرتحوا على الوجيه وكل شيء بالنسبه للصغار وكبار سخطوه بالنسبه للكبار شويه في العمر اللي ديما يتشكيوا من ركايب من مفاصل من الساقين ما يوجعوا معناها منفوخين وكل شيء دونك هذيا هي البرشا ابار هذا فما زيت زاد باش تحكي لنا زيت انتي ارثروزيك اللي ما يحبش يستعمل مثلا الارجيل ينجم يستعمل الزيت هذا هو كيف كيف ضد التهاب المفاصل يمشي انتي سيلوليت زيد وانتي فيرجيتور فيه فيتامين او فيه النعناع زيت النعناع فيه زيت السمسم يعاونهم بالكدا ويخليهم معناتها يرتاحوا ماك الالام هذيك اللي يحسوها سينو كيفاش يستعملوه نجم نقولهم كيف كيف كيما لي زوتر كريم يستعملوا في البقعه اللي توجعهم يعملوا دي موفمون سيركولير يدهنوا بالباهي ومن بعد يحطوها في بابي سيلوفان ويحطوا فوقهم منشفه سخونه كيف كل عاده يسخنوها معناها مليح يسخنوها البقعه على ذكر سخنوها ذكرتني في حاجه كونسيرنون البوماري البوماري لازم كي نعملوها تبدا سخونه يا اما هي نحطوها في باماري معناتها تسخن هي ونحطوها على البقعه باش تعطيك ليفيكاسيتي سينو لازم انت البقعه في حد ذاتها تكون سخونه تكون سخونه معناها عملت بانو سخون باغ اكزومبل تقعد في بانو سخون بالكدا سخنت البلاصه مليح ومن بعدك تشدنها بالبوماري باش تعطيك باش نرجع لك مع لي برودوي خلينا ناخذ ان تيمونياج تليفون معنا الو الو عسلامة مرحبا بك معك امل من صفاقس مرحبا بك يا امل وتحيه للساده المشاهدين الكل في صفاقس اللي تابعوا فينا باعداد كبيره برشا نسلموا عليهم ونقولوا لهم احنا سعداء بمتابعتكم لينا امل دونك انت تستعمل في لي برودوي فيرنا تحكي لي شنو استعملت و فرحانه بالنتيجه احكي لي شنو كانت رده الفعل نتاعك بيان سو ديجا فرحانه ساعات بالكل شيء اللي انا راني نكلم فيكم فيعيش بالحق اني نحكي معك ومع مدام يسرى محلاها يعني الحق محلاها سينو انا مش نحكي على الويد لونتيسك بون انا دابيتود وجهي معناتها ك في هكا لي سيكاتريس وعندي دي روجور خاطر انا سونسيبل دونك عرفت كي بالشمس ولا كيف نخرج هكا ولا حاجه دونك عندي كل تخاس نتاع لي بوتون وكل شيء دونك قعدت نلوج على هكا دي برودوي اللي هما كي ابيز هكا وكي عرفت يرتحوا البو وكل شيء نحيوا لي روجور هذوك لوجت وكل شيء نلقى الويد اولمبيك معناتها برشا عباد يحكيوا عليه وبرشا عباد ينصحوا فيه قعدت نلوج هكا على ان برودوي كيف الانترنت وكل نلقى مارك تونيزيان لي برودوي ناتوريل تبيع الويل دونتيس كذايا مشيت كونتاكتيتهم حكيت معاهم دونك وكي حكيت معاهم الحق ما تقيت برشا هكا قعدوا ينصحوا فيا قالوا لي كيفاش تستعملوا نصحوني كيفاش نستعملوا كل شيء في الاول خديت على خديت باش نحي لي روجور هذوك يا اخي طلع في برشا حاجات معناها عرفت منهم في برشا فوائد الزيت فوالا منهم ديجا معناتها انا ديجا دخلت قعدت نقرا في السيت خاطر تلقى بوكو دانفورماسيون سور لو سيت نتاعهم الحقيقه تلقى كل شيء
عرفت في اللي هو يعمل يرطب الشعر ينقص الفسائل الشعر عرفت يرطب البلايص شيء هكا في الدهن ولا اونبليس ما اونبليس بس ينقص من اسمه اللي عادتك اللي عندهم برونشيت ولا عندهم هكا كل شيء هفت الضر وهفت هي لذي بتاع كل شيء هذا هي لي امل لذي تحت برودي هي توا انت وبليس عرفت انا ديجا معناتها ملي خذيته ولكن نستعمله كيف معناتها نستعمل فيه برشا حاجات ديجا نستعمل فيه كيف عادي فهمت هو ديجا يتكيف وكل ان شاء الله ينحي ما عرفت بالحق ملي بدا يستعمله كي نقصت بالغم ولا هكا عرفت سي بيان سي بيان صح عزيزتي شكرا لك امل على التيمونياج نتاعك صحه وفرحه دونك كما قلت لنا امل اللي كانت معنا في التليفون كنا نحكيوا على زيت القذوم اللي هو الويل لونتيسك اللي هو من اهم الزيوت اللي عندنا في بلادنا مهم برشا وفيه برشا فوائد قبل ما نرجع لك نحب ناخذ راي ريم عندك فكره على الزيت هذا عندي هي توا قاعدين نهتموا به اكثر وقاعدين نكتشفوا في سي تري توندونس اما ما سابلو كان نحطوه ان فالور نعطيوه قيمته كيما ثم زيوت اخرين معناها في بلدان اخرى اللي يولي يسوقوا حتى يسوق يولي يسوق حتى للبلاد معناها واللي هو هذا راهو ابارامون خير حتى من الويل دارغون بيان سور في برشا حاجات خير حتى من الويل دارغون الوغ كو هما عرفوا كيفاش يسوقوا وعرفوا كيفاش يحطوا توا تلقى شامبوان تلقى سيروم تلقى حتى جل دوش كل شيء اللي يسمع ارغون يشري طول الارتيكل من غير ما يعرف حتى هو منين مصنوع الوغ كو نحن عندنا النبته هذه في تونس وطياره على الاخر اللي نستخرجوا منها زيت لونتيسك صدقني ما تعتقد ما نقول لك الفوائد نتاعو تقولي نعملوا حصه نحكيوا على لونتيسك كها خاطر كان تقول شعر معناتها ينحيك القشره اللي في الشعر يطول الشعره يعمل غبوس دو شوفو ينحيك الترشيق اللي فيها في الفيزاج انتي انفلاماتوار ينحي حتى السيكاتريزون هو يبينتري اقوى زيت معناتها في الزيوت الكل اللي يبينتري في البو اسهل واحد يبينتري طول الاخرين يمكن ياخذوا وقت اكثر منه هو في ساعه يبينتري في البدن ويعمل سيركيلاسيون معناها تنجم تعملوا ما ياخذش برشا طون دو بوز اذا كان باش تعمل به مثلا ماسك دو شوفو باش تبيت كيما نقولوا احنا تبيت شعرك في الزيت تا با بزوان تنجم قبل ما تعمل بانو بسويعه من زمان تعمل الزيت هذايا وبعد تغسل ويعمل حتى سيركيلاسيون دو سون معناتها يحرك الدوره الدمويه اللي تلقاه عندها لي فاريس ولا اللي عندها لي فيسو هكا يبداو هكا جويدين هذوك العروق جويدين دونك تنجم تعمل دي موفمون سيركيلير في ساقيها ولا كان عندها في خدها ولا في يدها معناتها طياره على الاخر تو حكينا اي ما احلاه كيفاش عملته زايده ما دبوزه نتاعو اوريجينال ياسر شبيبه مزينه برشا سي فغي ياسر حلوه ميرسي يعطيك الصحه يعطيكم الصحة. عايشك. أبار زيت لونتيس كذاك زاد حاطينه في ويل ريباراتريس مسمين أن ويل ريباراتريس دو شوفو معناتها اللي تحب تصلح شعرها يمشي تو تيب دو شوفو كلكو سوا الدهنية وإلا الشيحة وإلا المتقصفة عملنا ويل ريباراتريس فيه لونتيس فيه زيت الثوم فيه الأرغان فيه اللوز فيه بوكو دو زويل دونك جوست باش تعمل لك ريباراسيون للشعر فيه زاد لورتي لختي ديجا عندنا واحدة نبيعوا فيها هذا زيت لاصلاح الشعر اللي عندها مشاكل وانا برشا يبعثوا لي يسالوا على شنو الحاجات اللي نجم نصلح بهم شعرك على خاطر انا تعديت التجربه خايبه شويه الفتره اللي فاتت مشعر والحمد لله معناها شعري رجع امبيكابل دونك استعملت بوكو دو سوا منهم لي برودوي ناتوريل هذوما اللي فماش خير منهم الحقيقه الزيوت. هو المنصوح انك تستعمل حاجه ناتوريل طونك الشعره متقصفه ومعناتها وتهلكت شوي خاطر نحن انسان نحبوا ياسر الماش ونعملوا لي برودوي في شعرنا دونك ما يسالش اعمل في برودوي في شعرك ولون وكما تحب اما داوي ديما صحي داويه واعتني بشعرك وخلي بزبيد. باهي يعطيك الصحه شو اخر؟ نذكروا لي ان عندنا كونكور مازال متواصل الجمعه الجايه باش نعملوا عندكم ان كادو يتمثل في شامبوان جيل دوش وماسك بور شوفو دونك تدخلوا على انستغرام فيرنات تونيزي وانستغرام ينا عندكم دو كادو دو كوفري باش نهديهم لكم من لي برودوي هذوما بيان سور يلزمكم تعملوا ابوني على فيرنات تلقاو الببليكاسيون تعملوا ابوني على فيرنات وعلى الببليكاسيون تاجيو ثلاثه من صحابكم وتهبطوا ستوري بيان سور تاجيو فيها فيرنات والجمعه الجايه نعطيكم شكون الفايز معنا بالليلو هذوما داكوغ جوست انا حبيت نذكرهم انه عندنا دي عندنا زاد دي زارجيل زاد اون بودغ للي ما يحبش معناتها مخلط يحب يخلط وحده افيك دي دوتر زويت وعندنا جام مزينه برشا من الزيوت الطبيعيه يدخل على سيت ويب
ولا الباج فيسبوك نتاعنا ويختار اي زيت اللي يناسب بيان سور مع البشره نتاعو والتيب دو بو نتاعو. وتلقاو بيان سور لي كونسيي اذا كان عندكم ما تسالوا تبعثوا لهم ميساج ويعاونوكم شنو تنجموا تاخذوا. ميرسي بوكو يعطيك الصحه يسرى الخميري صاحبه شركه فيرنات. احنا مازلنا مكملين معاكم. حاب نعمل طلع على قبل ما نمشي ريم الورغي نعملوا طلع على الشيف فتحيه وين وصلت شيف. مرحبا بكم يا عفاف. انا هوني وصلت باش نخلط البراونيز نتاعي. هوني حطيت 3 كعبات عظام نحط عليهم 2 بكوات سكر فانيي. نجي هوني عندي 150 غرام سكر نخلطهم فوق العظام. تشوفوا البراونيز ما يزموش ركضان برشا. عندي 150 غرام شوكولاته كحله ذوبتهم مع 100 غرام زبده معناها جوز تخليط وكاو ما يزموش برشا افور وما يزموش برشا ماتير. هوني عندي 50 غرام كاكاو نصبهم فوق الشوكولاتة نخلط الكاكاو سورتو نغربلها ونخلطها بالسياسة في وسط الزبدة الذايبة والشوكولاتة ذوبتهم مع بعضهم. ديما ذوبوهم بمغيرة هو أعز تذويبة. ما تحطوش الشوكولاتة على النار راهي ما تتحملش السخانة برشا. إذا كانت حطت على النار طول راهي تتحرق وتعم مطعم تحرق وما عادش تداوى معناها يولي مطعمها فيه مطعم صهدان. هذاك علاش نوصيكم ونقول لكم اذا كان باش تذوبوا شوكولاته اما باماري والا ميكروند بالزوز معناها 30 لحظه و30 لحظه يجيو قد قد. هوني عندي بوفريوا 200 غرام بوفريوا 100 غرام فرينه نخلطهم على بعضهم نصبهم الاثنين في وسط الخليط نتاعي كما تشوفوا هكا ونجي نصب فوقهم الشوكولاته هذيا والبراونيز بتاعي تخلط. كوشتي سخونه في 180 الو باش نصبهم في الطبق. ديما البراونيز لازم يكون في طبق مربع. علاش؟ على خاطر حتى اذا كان قعد لكم مده يشيح شويه يولي كوم ان بيسكوي معناها الاحسن يكون طبق مربع ولا ريكتانغولير معناها قليل ياسر وين نحطوا براونيز في طبق مدور ما يعطيش فورمه مزيانه. والا اللي يعمل معناها يدوبل لا كونتيتي ينجم يحطوا يلفوا كل كعبه وحدها ويحطوا في الكونجيلاتور ويقعد كينك توا خرجته اما لازم تحطوه وهو جديد معناها لازم يكون فريشك مش بعد لا يشيح. اذا كان شاح يولي دي بيسكوي ما عادش معناها براونيز موالو كيما نحبوها احنا. يقعد 20 دقيقه يطيب في كوشه سخانتها 180 عسوا عليه يتحط في الوسط كوشه تشعل من فوق من اللوطه كيما تشوفوا فيه البراونيز نتاعي. انا نشوفوا انا نشموا في الريحه البنينه خاطر انا الروايح هذوما الحقيقه ما عنديش صبر ليهم نعرف يا عافية خايبه توا هكا مازال منفور سخون ومعاه قهوه العز ولا هذاك علاش. وتعرف اللي في العاده ديما البراونيز احنا خلطوه باللزوزه وهذيا لو مغياج بين بوفري ومهروشه ولا الشوكولاته الكحله حاجه روعه وبنينه ياسر. هوني كيما تشوف هذا باش يمشي للكوشه وانا عندي مقرونتي اللي تصمتت. خذيت مقرونه قرابه ورده كل شيء حاضر كل شيء مقصوص الطماطم ولد القمره قسيتهم مكعبات صغار نحط كل على بعضه ما يقلقني حتى شيء. هوني عندي شويه فلفل مسير نجي نحطه فوقهم شويه زيتون معناها فريمون اللي تحبوا فوحوا. كعبات زيتون مقصوصين ما نكثرش برشا زيتون خاطر حطيت الفلفل المسير. جبن ماجستي انا حطيت هوني الكودا قصيته مكعبات. من بعد هذا الكل بعد لا نخلطه نحل عليه حكه تن الموجه باش ناخذ الموجه اللي بالزيت زيتونه ونخفف الزيت نتاعي بالزيت الديو نجمه ونخلط سلاطتي وتحضر في رمشتين. تخي بيان يعطيك الصحة شيف فتحية. نستناو ملا في آخر الحلقة تنشوفوا مع بعضنا لي بلا نتاعنا كي يحضروا. باش نحكيو توا كيفاش نرفقوا ببلادنا تونس العزيزة الغالية اللي عطاتنا برشا لكلنا اللي خيرها سابق. وإحنا عايشين فترة صعيبة على جميع المستويات كيما عاشها العالم ولكن إحنا أون بارتيكولي ديجا عايشين صعوبات من قبل الأزمة وزادتنا الأزمة. كيفاش نجمو نعاونوا بلادنا كيفاش نرفقوا بها ريم ورغي؟ صحيح هو دابيتود انا نبدا معناها بوزيتيف اكثر بارابور على الاكتواليتي بارابور اكثر ثقه
في التوانسه وفي العقليه والكاركتير معناها نتاع التونسي اللي في كل مره يثبت المواطن نتاعو ويثبت حبه لبلاده بطريقه او باخرى. توا الحقيقه نحن في الاكتواليتي هذايا الكل وكان نجيو نشوفوا لي كونفيرونس دو بريس اللي قاعدين يصيروا في الوزارات وفي وكيفاش قاعدين كلهم يخرجوا معناها في دي زالارم يقولوا بربي ردوا بالكم نردوا بالنا راهي ماهيش فتره سهله ما نستسهلوش. صحيح توا قاعدين نعاودوا نخموا اسكو هالكورونا باش ترجع ماهيش بترجع كيفاش، ولكن ما نستسهلوش اقتصاديا ما نستسهلوش احنا باش نتعداو به على خاطر راهي فتره صعيبه على الناس الكل، وراهو اهم حد يدفع الثمن هذا هو المواطن البسيط. معناها كيلكو سوا الحراك اللي صاير وكيلكو سوا معناها التجاذبات اللي صايره، ولكن راهو الاولاني اللي قاعد يخلص في الفاتوره هو المواطن. احنا علاش نحكيو اليوم في الموضوع هذايا على خاطر على حاجتين. اولا نهار الاربعاء البنود بالتشارك مع وزاره الاستثمار الدولي خرجت لنا اتيود تعملت في تونس عطاتنا ارقام على الامباكت نتاع الكوفيد اللي معناها التبعات الاقتصاديه نتاع الكورونا على تونس. بصراحه الارقام ما ثم حتى مؤشر ايجابي، يعني البطاله المؤشرات الفقر الكروسانس ايكونوميك اللي هي هابطه حتى مؤشر ايجابي، واحنا عندنا فتره نتاع صيف ومازالوا 6 اشهر في 2020 ما زلت فتره صعيبه. سامحني ومازلنا اوني با توتالمون في الاخر على بغي من الكورونا راهو توا احنا كي قلنا انتصرنا وانتصر تونس انتصر تونس في مرحله اولى وكلنا فرحانين بالنموذج التونسي هذايا اللي نجح، ولكن اذا كان ما نواصلوش في اخذ احتياطاتنا وردوا بالنا في الفتره القادمه على والو مش باش يصير. ايفيكتيفمون ونحن معناها في السيد وزير الصحة في الأخر معناها قال باللي راهو نعملوا على وعي المواطن، على خاطر مش نقعدوا نحن نعسوا على العبيد هذيك البس هذيك ما لبسش هذيك ردبيلو، احنا زيد عندنا شوية مسؤولية. توا كلنا نعرفوا لي ميزور نتاع البروتيكسيون بالضبط، كلنا نعرفوا شفنا بلاصة فيها برشا تجمعات ما نقربوا لهيش، نحاولوا أنا نلبسوا معناها البابيس وفهمناه توا الفيروس بالكدا، عرفنا كيفاش العدوى تتعدى معناها الحاجات اللي كانوا فلو كنا خايفين منهم مانيش فاهمينهم الخوف من المجهول قبل ما عادش مجهول 100% عرف فهمنا منه برشا حاجات تو دونك لازمنا نعرف كيفاش نتعايشوا معاه نجموا نتعايشوا معاه ما نخموش في كونفينمون اخر وفي اون فا با بيسي لي ما حتى لو كان رجعت موجه ثانيه وهي راهو حاجه مشكوك فيها، ولكن حتى ولو كان رانا اوبليجي باش نواقع باش نتعاملوا معاه كما سائر الدول الاخرى. الحاجه الثانيه اللي خلتني نحكيو في الموضوع اللي هي توا معناها وين الدور في المجالات الكل وعلى رأسهم معناها المجال السياسي، تلقى ثم تجاذبات وتلقى ثم صراعات تخلي الأنظار متاع المواطنين في عوض الأنظار هذيك والمجهود والطاقة تمشي في معناها دعم في البناء. مستحقين باش نعملوا بروموسيون لبلادنا، مستحقين باش انغولونس العجلة الاقتصادية، مستحقين باش نخدموا، مستحقين الطاقة ومستحقين المغال، مستحق العبيد مستحقين يلقاو في رواحهم القوة من داخل باش يمشيو يخدموا. وقت اللي الأنظار كلها تتوجه للتجاذبات والصراعات واللي هذاك قال وهذاك ما قالش العرك الحمامة ما والله راهو ماهيش وماهيش مشمولة ماهيش أول اهتماماتنا ماهيش أهم اهتماماتنا. أنا عفيف نحب نستشهد ببيت شعر للشاعر التونسي الفذ منور سمادح الله يرحمه يقول هو في فترة في الاستعمار، ولكن يقول عهدي به جدا صار مزاحا بدأ الضحية وانتهى سفاحا. ونحن عندنا برشا أسماء يعطيوا رواحهم الشرعية باش يخرجوا في المنابر ويقدموا رواحهم على أساس أنهم أبطال ويعطيوا معناها يعطيوا أحكام ويوجهوا الرأي العام، ولكن في الحقيقة أفعالهم تفضحهم وتظهر معناها نواياهم الحقيقية وتظهر، وهذا يراهو يضر المواطن التونسي بشكل أول. علاش؟ على خاطر وقت اللي انت تخرج بطل وتخرج ضحيه وتخرج على اساس انك انت يبيع على روسنا وعينينا ابطال وضحايا على روسنا من الفوق قال المصري ولكن نقدموا معناها باش نقعدوا غازي نقدموا قدام البلاد مستحقه حاجه اخرين
وعفيف. وقت اللي انت نصدقك انا في مره اولى ومره ثانيه، ومن بعد انت اطماعك او افعالك او اقوالك تفضحك، تعرف شنو اللي يصير؟ الخطير في هذا انه الثقه الكريديبيليتي نتاع الطبقه السياسيه كلها تتنحى، يولي المواطن العادي المواطن البسيط ما عندوش ثقه. وقت اللي الثقه تمشي من الطبقه السياسيه راهو ما عادش عندنا امل، ما عادش عندنا امل في تونس اجمل، ما عادش عندنا امل في تونس غدوه، ما عادش المواطن عنده على شكون يعمل، في شكون يامل باش ياخذ له بيده ويتعدى يتعدى به من المرحله الصعيبه هذه. معناها ما نقعدوش، راهو الكوفيد ظهر لنا ليزينيغاليتي، ظهروا حتى على مستوى معناها القرايه، الصغار ما نجموش يقراوا اديستانس، علاش؟ على خاطر 86% من الصغار ما نجموش نبوفي با اكسيدي للتعليم عن بعد، واللي هو اليوم اولويه. في عود نخموا على تعميم معناها الرقمنه، في عود نخموا ان نطوروا باداراتنا، في عود نخم نقعدوا نحن اليوم نتجاذبوا ونخموا في اسماء بصراحه رأفة بهذا البلد، لانه نحن في بلاد واحده هي بلادنا الكل نتاعنا، وهي مركب لو كان تغرق لنا الكلنا تغرق بالناس، بلادنا في امس الحاجه. فبالله بالله رأفة بهذا البلد ورأفة بالمواطنين، اللي العباد توصل الجوع ما تلقى ما تاكل، واليوم عباد ثم معناها راسها راس الحيط ما عندهم ما يعملوا، ويزيدوا يشوفوا فك التجاذبات هذيك ما يزيد الا احباط. ما تشاركوش في حمله نتاع اون ديبرسيون كوليكتيف، ما تعملوش احباط معناها جماعي، خليوا لنا الامل باش نجموا نخدموا ونجموا نتجاوزوا هالصعوبات هذيا كل. يعطيك الصحه ريم، وقته باش نقولوا الكلام هذايا، نمشيوا لحاجه اشب من هكا، غدوه نحتفلوا بعيد لا يقل اهميه عن عيد الامهات، اللي هو عيد لافيت دي بابا، عيد الاب. عيد الاب، عيد الاب اللي هو نحتفلوا به كل عام ثالث احد من شهر جوان، وهو اقل شهر من عيد الامهات راه، ومعقول هذا لانه الحقيقه هو ظهر جديد بعد مده، مش جديد برشا، ولكن ظهر لي بدينا في 1906 نحتفلوا بعيد الاباء، ولكن ما انتشرش كيما انتشرت خاطر جاي بعد، وراه جاي باش يكمل عيد الامهات، على خاطر ديما في عيد الامهات نقول والبو والبو. وحاجه اخرى معناها بالمناسبه، راه ثم زاد لافيت دي غران بارون، ولكن كيف كيف يتعدى اقل شهرة. عيد الاباء مهم ياسر، فرصه باش معناها نعطيو كلمه باهيه، نثمنوا دور البو، على خاطر احنا المره اللي فاتت قلنا راهو الام في العائله هي قطب الرحاه، هي القطب اللي يدور حولها، هي عماد العائله، البو هو العماد، الام هي كل شيء يدور بها، ولكن اللي يهز الدار اللي يهز العائله اللي يلم العائله هو الأب. هو الاب دوره مهم برشا، ثم برشا اشغال وعلى وديزيتود معناها اجتماعيه تقوم تخدم على دور الاب، على خاطر ديما وين ثم ايجاليتي وين ثم نعاودوا نخموا في دور الاب. ان شاء الله البيت الكل الاباء الكل في خير. نوجه انا نعايد نستغل باش نعايد بابا، ان شاء الله كل عام هو حي بخير، وان شاء الله كل الاباء ان شاء الله بخير ونعمه. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو ريم ورغي. انا زاده بدوري نتوجه لكل الاباء، نقول لهم ان شاء الله كل عام انتم حيين بألف خير، نقول لزوجي كل عام وانت حي بألف خير ربي يفضلك ليا، في غياب والدي الله يرحمه اللي فقدته ملي انا عمري تقريبا 17 سنه، كان زوجي موجود وانا في العمر هذاك، وهو رفيق دربي لليوم واب لابنائي، نقول له ربي يخليك لينا ويفضلك لينا. واللي فقد الوالد نتاعو نقول له الله يرحمه، ما نجمو الا نترحموا عليهم. مكملين معاكم فاصل قصير وراجعين.